طيب هنا طبعا لبنان في بوبوز المدفع كما نعم. يقال. اسمح لي نشرك معنا الباحث السياسي عبر سكايب دكتور فادي شامية. يا مرحبا دكتور فادي. أهلا بكم، منورنا كالعادة أيضا في استوديو التاسعة. إذا هناك تصعيد متجدد الآن بين الإيراني والاحتلال الإسرائيلي، ويبدو لبنان في الواجهة عبر ما يجري من حديث حول حقل الغاز المسمى حقل كاريش. الوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر يتحدث عن أحداث كبرى ستشهدها المنطقة في قادم الأيام. هل بالفعل نحن مقبلون على حرب إقليمية؟ كيف تتابع كل هذا الضخ الذي حصل في الساعات القليلة الماضية عن تصعيد قادم، وأنه في دبكة كبيرة بلبنان بحسب تعبير دكتور فيصل القاسم؟ هناك طبول الحرب تقرع في المنطقة بأسرها، لكن أعتقد بأن قرار استهداف هذه السفينة اليونانية التي يتخوف البعض من أن تكون شرارة حرب قرار كبير جدا، وهو لا يمكن أن يتخذ من دون أن تراعى فيه كل المعطيات. وبالتالي يعني هناك إرهاصات حرب، لكن قرار الحرب قرار كبير جدا وخطير، ولا يمكن الدخول فيه بسهولة. حتى أمين عام حزب الله عندما قال للدولة اللبنانية تماسكي ونحن خلفك ونحن قادرون على إيجاع العدو، هو نفسه يدرك أن الحرب ستكون مكلفة جدا ومدمرة جدا. وبطبيعة الحال هذا القرار لا يمكن أن يتخذ دون مشورة إيران ودون أن تراعى فيه كل المعطيات، ويعني من فيينا إلى بيروت إلى غزة إلى دمشق إلى كل المناطق المعنية بالصراع مع العدو الإسرائيلي.